على الورق افضل 11 بالنسبه لي انا، مع خروج الخنيسي معناتها كنا ديما شوا بين الخنيسي وعبد الباسط. شعلاني ديما يقول كوليبالي ديما برشا معناتها معين يكون يعمل اكثر على كوليبالي في الجرون ماتش، ديما يحب بيفو. فما ما كانش كان اورليست، فما الحديث على معناتها اصابه دي شيرير مسكيولي فوالا. لكن حتى لو كان حتى معناتها باش تسوق معلومه سمعني سلام، حتى اللي قال باش يكون غير اي معناتها شعلاني معناتها مش موجود. حتى لو كان موجود شعلاني كان باش يلعب كوليبالي، معناتها نتصور هيك افضل تشكيله. نورمالمون في وقت انت حاجتك بالريزلتا نورمالمون ماتش الاياب على الاقل يخرج كوليبالي يمشي شعلاني اكثر اوفونسيف. لكن هذه في ماتش الاياب، لكن نحكي في ماتش الذهاب ديما اذا كان حاضر الزوز راه باش يلعب كوليبالي على شعلاني. كوليبالي يقول لك انا بيفو اكسيال فكاك، ما تشوفش يرزن شويه الهجمه كوليبالي. لي تروا بيفو في العالم اللي خرجوا ناجحين برشا برشا بيسكيتس و اكزافي ونيست، هذوما لي تروا مليو في العالم خرجوا ثلاثه لاعبين كبار. شنو عندهم هذوما ثلاثه؟ عندهم اكزافي عنده لونديرونس، البيفو لازم يكون عنده لونديرونس. معناتها لونديرونس يعني يجري برشا في التيران. احنا تو مشكلتنا كان جات عندنا كتلافز اللي تقيس قداش يجري كوليبالي. انا مشكلتي في كوليبالي في حاجه برك، لو كان نجم نقيم قداش يجري في التيران وقديش ينجم يتحرك سون بالون وقديش يعمل لو سوليسيون وقتها نقيم لك انا كوليبالي. اما راهو بالنسبه لي انا كوليبالي الميسكل هو البدن نتاعو عنده الميسكل الكبير، الميسكل الكبير يعمل الفيتيس ما يعملش لونديرونس خاطر ياخذ برشا اكسجين. دونك هنا اذا كان باش تقول لي اللي يعملوا لونديرونس هما نتاع كاكينيا، عرفتهم هكا الضعاف هكا اللي يجريوا برشا لونديرونس معناتها يشد الوقت يجري لك 4000 و5000 متر هذوك نتاع كيني. اما اللي يعملوا ال 100 متر هما تاع لي زامريكان اللي عندهم ميسكل كبير. الميسكل الكبير ياخذ الاكسجين برشا، واذا كان باش تمشي للونديرونس ياخذ لك، اذا كان باش ياخذ لك برشا ما تلقاش روحك. دونك هنا كوليبالي فكك، كوليبالي قوي في الديول، كوليبالي قوي في ال 50 متر في ال 100 متر كي يدخل لك في الانكونتر. اما كوليبالي مشكلته كي باش يتحرك برشا في 100 بالون، باش يتحرك برشا اللي يعمل سوليسيون لو دوز اكسيون نتاعو، باش يتحرك باللارجور نتاع التيران. انا نتصور لو كان تراش ربما سامحني سلمونش كان كوليبالي يلعب في الريجيستر اللي يلعب فيه مع خالد بن يحيى قدامكم، معناتها يرجع محمد علي بن رمضان اخف منه بلو فيف، يرجع هو قدام اللاك سونترال قدام بن رمضان ويلعب كوليبالي قدام محمد علي بن رمضان كما قلت انت على البيركسيون باش يدخل عملها مع ليتوال عملها مع خالد بن يحيى. خالد لعب في التسليم قلت لك وليد تخسر بن رمضان القدام يعاون ويماركي خاطر كنت تنجم حتى هو بالغيث الفرنسي هو سنة في التروا في الكاترو تروا لعبها معين ان بيفو ودور ليور. الدور ليور هذوما يسميزمهم يكونوا ديفينيسور، يكونوا ديزاتاكون كاشي، يكونوا دو سوتيان للزاتاكون، يعني عندهم مهمه كبيره. بالرمضان وبالغيث هما اللي مشاو في الحكايه هذه، هما اللي مشاو اكثر. سي المنجي مع قدوم البدري والنقاز توقعنا جهه يمين قويه برشا للترجي، لحد الان ما شفناش كما في مستوى الانتظارات خاصه بعد حباب. سؤالك اول حاجه السامي على كوليبالي، شفنا اللي انا ما شاطرش سامي كي يقول هذوما لي 11 للتركيبه هذه، لان توغي وعبد الباسط ما عندهمش مكانتهم في الترجي التونسي اليوم في التركيبه نتاع الترجي التونسي. وانت سالت سؤال على كوليبالي اللي هو فريمون لا تري بون كيستيون اللي الناس الكل حتى معين بوندون لو ماتش كان لاحظتوها، كولي العب البروفوندور. كي تشوف الديشي تكنيك اللي صار في الترجي الرياضي التونسي، يا يو بلوس كو 35 بالون على الادفيرسير، سو كي غراف دون اون ايكيب اللي تحاول باش تعمل افيك لي زاتو اوفنسيف. شنو هي نقطة القوة اللي كانت قبل نتاع الترجي الرياضي التونسي؟ سي كا سارتان مومون عندك ما لقاوش حلول، تلقى لينتوندو. شنو هو لينتوندو؟ سلوي لو جوار اللي كيعرف يعطيك الساعة كود ماجي ماهيش موجودة اليوم بالتركيب الموجودة او نيفو اوفنسيف. البدري انا ما عندي هذيا وقت اللي رجع البدري قلت كلمة بحذاك هنا، قلت اللي الترجي الرياضي التونسي تعرف اش كان عنده ما تعرفش شنو اللي باش يجيها. علاش؟ خاطر في الدوري السعودي لعب 11 مباراة في ال 40 دقيقة برك. سافو دير كوا؟ سافو دير كو لا معناها الدوري السعودي تبارك الله 8 اترونجي بار ايكيب، معناها قوي. يلزم جماهير الترجي تصبر عليه، ولليوم ما شفناش انيس البدري. كي تشوف انيس البدري انت وكساسوا نسيم بن خليفه ولا المهاجمين نتاع الترجي الرياضي التونسي الموجودين، وكنت حبذت
على المرزوق خاطر نحب ولا نكره بوتيتر ان كومبليمون مع حمدي لوني اكثر وسيمونجي كي كان يلعب عطاه برشا اضافه سجل برشا بونتويت سجل برشا بونتويت بعد اختفى ما نعرفوش علاش فهمت هذه نقطه استفهام دونك ما تنجم تعيش كان مع الجروب هذايا حاجه اخرى اللي كان لاحظته اللي سي دو جامي في تاه ياسين الخنيسي تنجم تعطيه لي بالون بروفوندور اما حمدي الهوني لازمك تعطيه الكره في ساقيه باسكو سي ني با سا فورس راه لا بروفوندور ما يعرفش كي تعطيه في ساقيه الكره يعرف شو يعمل حبفت اللي توغي اللي كان فريمون نيجاتيف بارابور على طلوع حمدي النجاز نحب ولا نكره خاطر سي لوي توغي كي ياخذ الكره بور كري لو 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 سور نومبر نتاع لي ديفونسور اللي يجوا من تالي ما لقاش اسباس حمدي النجاز امون افي كان يرجعوه ستوبر بوتيتر بوكو بلوس كي باش يلعب الردوا انت شو صارت مشكله احنا ضد البوركينا فاسو كنت تفكروا شكون اللي قالني في بوركينا فاسو وقت دوارتي وقت اللي قالوا لهم روحنا في الليل قالوا لهم روحنا بنعرفوا كيفاش نلعبوا مع علي معلول غدوه من غدوه شكون حطوا الرقوش من غدوه عبد النور وشفنا الكارثه اللي صارت في المباراه هذه دونك اليوم تلعب ما تلعبش اون فونكسيون دو لادفيرسير تلعب اون فونكسيون من الجوارات اللي عندك اليوم او نيفو اوفنسيف الترجي الرياضي التونسي تحب تعمل اي ديفونس في العالم اذا كان ما عندكش لي زاتاكون اديكوا اللي كي سون كابابل ا سيرتان مومون باش يعمل لك الفارق يا رسول الله ميم او نيفو كونترول دو بال ما بين توغي وعبد الباسط فريمون سابوز ان بروبليم اللي وجود الملاعبيه هذوما في الترجي الرياضي التونسي كتيتولير جو دي بيان كتيتولير خليت اللي هي نقطه استفهام للجماهير.